مرحبا، تمارين اليوم راح تكون على الصوفة. هاي تمارين جدا مناسبة للمبتدئين وللأيام اللي ما جا على بالك تقومي فيهم من على الصوفة، بس بدك تلعبي رياضة، بدك تحرقي شحوم وتحركي مفاصل الجسم وعضلات الجسم بشكل كامل. صدقيني هالتمرين جدا جدا راح يكون مناسب لهي الأيام. هالتمرين ما في حاجة تلبسي ستيار رياضي أو حذاء رياضي، بتياب البيت مثل ما أنت فينك تعملي هالتمرين وتختاري أي وقت بيناسبك خلال النهار فينك تعمليه، وممكن بدل ما تعمليه على حرف الصوفة تعمليه على حرف التخت. تمام؟ يلا نبدأ مع بعض. أول شيء رح نبدأ نسخن شوي جسمنا، فإحنا قاعدين هيك على الحرف رح نرفع أجرنا بهاي الطريقة، نضب على الجسم شهيق وزفير. تمام، نحاول كل الوقت ظهرنا يكون مشدود، نرفع الإجر الثاني. يلا تمام ممتاز، راح نضب الاجر تنتين. كثير منيح، راح نزل اجري لتحت، راح لا اجري اليسار واجري اليمين، افرد اجري الثاني ايد الثاني لورا. تمام برافو، اجري اليسار اجري اليمين برافو، راح نلق الايدتين بالاجرتين تنتين ونرفع لفوق. شدي لي ظهرك ممتاز، برد ملق نرفع لفوق. تمام كمان نحاول الظهر دائما مشدود ودقني مرفوع لفوق. كتير منيح، اخر مرة فوق. تمام راح نحرك شوي الخصر يمين يسار. تمام ما ننسى الضحكي، شادين عضلات البطن برافو عليكي، فادين الظهر ممتاز. يلا راح احط ايدي هون، راح روح يمين ويسار، اقرب شوي لهون يمين يسار، شهيق وزفير برافو، روح يمين ويسار. تمرين اليوم رح نعمل كل تمرين 20 عدي. هلا مشان المبتدئين انا رح اقسمهم 10 وريح و10. تمام، بس اذا انت فينك تعمليهم 20 ورا بعض لا توقفي. اول تمرين رح يكون السكوات، رح نحط اجرينا بهالطريقه، نقوم لفوق واحد ونرجع لتحت نقعد. تمام يلا 2 3 4 5 ننزل شوي 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 برافو 7 8 9 10 ممتاز، منريح شوي ومنكفي كمان 10 تانيين. جاهزين؟ يلا ليتس جو. 1 2 لا تنسوا الشهيق والزفير. 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام ممتاز. التمرين الثاني راح ازحها على الجنب. التمرين الثاني راح يكون انه انا راح اتلقح لورا بهالطريقة واطلع لفوق ولق الارض، بس وقت لق الارض بدي الدقن تكون مرفوعة، بدي احرك عضلات الظهر واسفل الظهر. تمام يلا نعملها مع بعض 20 مرة، 10 مريح شوي و10 يلا ليتس جو. 1 2 برافو 3 4 5 6 7 8 9 10
تمام، رح نريح شوي ونرجع نعيده 10 تاني. وقت نريح حاولوا تاخذوا نفس شهيق وزفير. يلا جاهزين نعملوا 10. يلا 1 شهيق وزفير. برافو عليكي. اذا صعب عليك تقومي عملي هيك باجريكي. تمام، مسكي اجريكي اذا صعب عليك تقومي. برافو. 4 برافو. 50 60 70 80 9 10. ممتاز. التمرين اللي بعده رح نعمل كمان ارجحها بالظهر، بس رح نوقف لفوق ونرفع الكعب مع الايدين. طلع عليه مشان نبدا التمرين مع بعض. يعني رح نتلقح، نقوم لفوق، نرفع ايدينا لفوق ونرفع الكعب ونرجع ننزل لتحت. اوكي، كمان رح نعمله 20 مرة. ورح يكون في راحة بين كل 10 و 10. اذا فينك تكفي من دون راحة كفي من دون راحة. تمام، يلا نبدا. 1 2 ارفعي لي الكعب على الارض. برافو عليك. شدي لي البطن، شدي لي عضلات الظهر. ممتاز. 4 5 6 7 8 9 10. نريح شوي ونعمل 10 تاني. يلا وقت نرتاح نعمل. تمام جاهزي؟ يلا نعمل 10 تاني. يلا برافو برافو. 30 فعلي الكعب. 4 5 6 7 8 9 10. يس، هيك نكون خلصنا اول 3 تمارين. هلا رح نندرب بهي الطريقه، نحط الاجر على الحرف، الركبه بهي الطريقه على الحرف. تمام، الاجر الثاني رح امده لورا، رح انزله على الارض وارفعه لفوق. حاول ارفع على مستوى الجسم. يلا جاهزين؟ رح نعد 20 عدي 10 وراحة. صرنا 3 4 5 6 7 8 9 10. نرتاح شوي ونرجع نعيد 10 تانيين. جاهزين؟ يلا ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، نشتغل على الاجر الثاني كمان، نفردها، الركبه تكون على الحرف. يلا فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مريح شوي، مرد نشتغل 10 ثانية. يلا ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ممتاز، كثير منيح. هلا رح نقعد على جنب مثل ما انا قاعده. تماما، اوكي، نفرد الاجر لهون، كثير منيح. رح ارفع اجري لفوق وايدين بهي الطريقه. 1 تمام، يلا 2 3 4 5 6 7 8. عم نحرك الخصر، عضلة النائمة، عضلة الجانبي بالفخذ. 10 مريح شوي، كمان نعمل 10.
لا تنسوا الشهيق والزفير. مرة تاني نفرد ايد فوق، يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تمام، رح نعمل على الجهة الثانية، فأنا رح أضطر أندار شوي هيك. تمام، أوكي، يلا ننزل، إيدي مفرودة إجري. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. مريح شوي وبنرجع نعمل عشرة. طبعا إذا فيك تستمر استمر بدون ما ترتاح. يلا أجين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ممتاز، كتير مني. هلا رح نتلقح على البطن. بدك تنزلوا لي شوي الورك، يعني خلوا الركب حرين، ما انو لازقين بالصوفة. تمام، بدنا نرفع الاجرتين لفوق بهي الطريقة ولتحت، اوكي؟ يلا عم نحرك الفخذ الخلفي. اذا عندك سوليليت الفخذ من هون، هذا تمرين رائع. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يلا كمان رح نعمل عشرة تانية. Let's go. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يلا ضل بس ثلاثة، بس اثنين، آخر واحد. ممتاز، رح نعمل هلا يمين يسار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. كمان رح نعمل عشرة تانين. يلا برافو عليك، برافو. كمان عم نحرك اسفل الظهر، اذا حاسين كتير بقوي عضلات اسفل الظهر، مشان ما يصير معنا ان شاء الله بالايام اي اوجاع او مرض بمفاصل الظهر او العمود الفقري. تمام، تسعة، عشرة. ممتاز، رح نلعب شوي على تمارين الصدر. بدي اياكم توقفوا بهي الطريقة. تمام، كتير منيح، عم زحطوا الجرابات معي. تمام، رح نعمل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. مريح شوي، نرجع من عيد. رح اشلح الجرابات بس لأنه عم يزحطوا. يلا نرجع من عيد التمرين. عشرة تانيين. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ريح شوي. هلا رح نعمل بلانك. تمام؟ كمان رح نعمل عشر عدات بلانك، بس رح نعملها على الإيدين. يلا ننزل بس نثبت. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ممتاز، ريح شوي، نرجع نعيد عشر مرات. طبعا اذا فيك تستمري استمري. يلا بس كمان. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ممتاز. هلا رح نشتغل تمرين على الزنت، مشان نشد الزنت او اذا عندك ترهل بهي المنطقه بالايد من ورا. هذا تمرين جدا رائع، في له مستويات. انا رح العب المستوى الاخف، انه الركب تكون متني. شوفوا كيف رح ننزل بهي الطريقه، ركبي متني، رح ننزل لتحت. اذا صعب عليك قعدي على الارض، اذا فينك تقومي فورا لا تقعدي. يلا، واحد، اثنين،
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. مريح شوي نرجع منعيده. برجع بقول إذا صعب عليك تقومي فورا قعدي على الأرض وردي قومي، قعدي على الأرض وردي قومي، تمام؟ رح نعمله آخر عشرة وهيك نكون خلصنا تمرين اليوم ونحركنا كل الجسم. يلا آخر مرة، عشرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يس، هيك نكون خلصنا تمارين اليوم. رح نعمل شوية ستريتشينج وبكفي. اوكي، نحن قاعدين بدي ارفع هاي الاجر بهي الطريقة، خلي اجرك هيك، تمام، مدي لي الزند على جنب، ناخد شهيق، نعطي زفير، تمام، ممتاز. ايدي لفوق، برافو، لفوق، ممتاز، برافو. يلا بس احنا نعمل شوي ستريتشنج للاجرين ونكون خلصنا اليوم. بس افتحي الاجريك، رح ننزل بهاي الطريقة. حاولي اجرين يضلوا مفرودين، الظهر مفرود دائما مرفوع، ونضغط بهاي الطريقة. حسيتي الشد هون؟ تمام، هاي يعني عم نعمل ستريتشنج لعضلة الفخذ او الاجرين بشكل عام الخلفي. تمام، برافو. وهيك نكون خلصنا تمرين اليوم. اذا حبيتوا هيك نوع من التمارين خبروني بتعليق على الفيديو. اذا كنت اول مره بتشاهديني لا تنسي تعملي لي سبسكرايب، وان شاء الله بشوفكم بخير بفيديو جديد. Love you.